تسلمت وزارة الصحة العامة وسكان بالعاصمة المؤقتة عدن الدفعة الأولى من مواد الغسيل الكلوية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدفعة الأولى، التي حضر تسلمها وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعدن صالح الذيباني. تضم 4 شاحنات تحتوي على أكثر من 36 طنا من المستلزمات والمحللين الطبية والخاصة بالغسيل الكلوي والمحاليل الطبية الخاصة بالغسيل الكلوي. وأشار وزير الصحة إلى أن هذه الدفعة ستليها دفعات أخرى خلال الأيام المقبلة، وبما يمكن الوزارة من تأمين احتياجات 16 مركزا لغسيل الكلى في البلاد لمدة 6 أشهر، لافتا إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعد داعما أساسيا للقطاع الصحي، ويعمل حاليا على تشغيل مركزين للغسيل الكلوي في كل من المهرة والضالع. من جانبه أشار مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعدن إلى أن 15 شاحنة ستدخل البلاد تباعا محملة باحتياجات مراكز الغسيل الكلوي، وسيتم توزيعها على المحافظات وفقا وخطة وزارة الصحة. في تدشين استلام محاليل وتجهيزات مراكز الغسيل الكلوي المقدمة من مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية، وهذه المساعدات تأتي إن شاء الله سنستلم الدفعة الأولى التي تقدر 300 طن من التجهيزات، وهذا ستغطي لدينا 16 مركز غسيل على مختلف المحافظات لمدة 6 أشهر إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن اليوم نسلم لوزارة الصحة عدد 4 شاحنات محملة بالمستلزمات الطبية والمحاليل الخاصة بالغسيل الكلوي لتوزيعها على مراكز الغسيل الكلوي حسب خطة وزارة الصحة لعدد من المحافظات. تعتبر هذه 4 شاحنات هي جزء من 15 شاحنة ستصل في الأيام القادمة بإذن الله تعالى. مركز الملك سلمان حريص على دعم مؤسسات القطاع الصحي في اليمن الشقيق وجميع القطاعات الحيوية الأخرى بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيراً.